دلوقتي جه ميعادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي كان منها تدشين مبادرة لحد البيت لتوزيع 500,000 كرتونة رمضانية لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية، وأيضا أعمال التطوير اللي بتحصل في اسكندرية، وأخبار تانية عن الغربية ودمياط وكمان أسيوط. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من الدقهلية اللي تم فيها تدشين مبادرة لحد الباب لتوزيع 500,000 كرتونة رمضانية لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وده بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وبمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. في الإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة بتعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، وقال كمان إنه تم إدراج 24 شارع من شوارع حي منتزه ثاني ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام بتكلفة 15 مليون جنيه. في دمياط تم افتتاح المعرض السنوي للأنشطة التربوية وتدوير النفايات بإدارة الروضة التعليمية والمقام تحت عنوان مفيش حاجة ملهاش لازمة، وتم تنظيم عروض رياضية وفقرات استعراضية لطلاب المدارس بالإضافة إلى منتجات الاقتصاد المنزلي وأعمال أقسام الأنشطة والبيئة السكانية والإعلام التربوي والمكتبات والمجال الصناعي والمجال الزراعي. في الغربية أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة استمرار تفعيل مشروع القضاء على قوائم الانتظار ورفع الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات، وبلغ عدد ما تم إجراؤه من عمليات ما يقرب من 900 عملية وبزيادة 350 عملية عن الفترة السابقة للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. في أسيوط شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تخرج المتدربات على الحرف وتسليمهم المعدات والأدوات وشهادات التخرج للبدء في مشروعاتهم بالقرى الأكثر احتياجاً، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.